بعد ما شفنا الأخبار اللي حصلت امبارح، تعالوا نتابع الأخبار اللي هتحصل النهاردة بمشيئة الله تعالى، واللي منها إجراء القرعة الإلكترونية للحج السياحي لاختيار 9200 شخص. دول اختيارهم لأداء فريضة الحج واستئناف الحركة السياحية الروسية أيضا في مدينة الغردقة، وأخبار تانية هنعرفها في التقرير اللي جاي. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء هينظم احتفالية لتكريم الفائزين في المسابقة البحثية الأولى لكتابة أوراق السياسات العامة اللي بتحمل شعار شبابنا يدعم قرارنا، وده بحضور عدد كبير من الخبراء والمتخصصين والأكاديميين والشخصيات العامة وبعض الممثلين للمؤسسات الدولية البارزة. النهاردة هيتم إجراء القرعة الإلكترونية للحج السياحي لاختيار 9200 حاج، وهي حصة وزارة السياحة اللي قررها مجلس الوزراء للجهات المنظمة من بين 70,000 تقدموا من خلال الشركات لأداء الفريضة. كمان النهاردة هيشهد مطار الغردقة الدولي استئناف تاني شركة سياحية روسية رحلتها الجوية من روسيا للمنتجعات السياحية بالمدينة بعد توقفها خلال الفترة الماضية، وده بمعدل رحلتين أسبوعياً. النهاردة هيشارك الدكتور عمرو الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية المصرية في انطلاق المنتدى العلمي العربي لعلماء ومحترفي الإشعاع، وده في إطار دعم هيئة الطاقة الذرية المصرية لجميع الأنشطة في مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية ونشر الوعي بيها ودعم جميع المبادرات الأهلية في هذا المجال. لعشاء الدوري المصري موعدهم النهاردة مع مباريات مهمة في إطار الجولة 21 من عمر المسابقة. هيلتقي فيوتشر مع إسترن كامباني الساعة 4 العصر، وبيراميدز مع المصري الساعة 6:30 مساءً. وفي نفس الوقت هيلتقي البنك الأهلي مع سيراميكا كيلوباترا.